الأميرة إليسا كان عندها قوة سحرية بتخليها إن هي تتحكم وتخلق جليد وتلج، استخدمته إن هي تلعب مع أختها آنا. بعد ما إليسا جرحت أختها آنا بالسحر ده، أبوها وأمها الملك والملكة قرروا إن هما يودوهم لجدهم بابي للمستعمرة الأقزام، اللي حاول هناك إن هو يعالج آنا من السحر وينسيها من السحر بتاع أختها، وقال لإليسا إن هي تتحكم في القوة بتاعها. والملك والملكة قرروا إن هما يحبسهم أنا وإليسا ويفصلوا ما بينهم وما بين بعض بجدار كبير. أنا وإليسا دلوقتي مفصولين بعيد عن بعض وعايشين حياة منفصلة، ولكن بعد موت الملك والملكة في أثناء العاصفة في البحر، إليسا أصبحت هي الملكة بعد بلغت إن هي سن 21، وقررت إن هي تفتح أبواب القصر للزوار. وهناك من ضمن الزوار كان الدوق ويستلتون، الدوق ويستلون وابنه هانز. هانز وقع في حب أنا من أول نظرة، وهناك في القصر إليسا قررت شافتهم وقررت إن ورفضت الموضوع ده، ولكن أنا كانت معترضة. فإليسا غضبت وعملت أعمال شريرة في القصر، فالدوق قرر إن إليسا وحش ولازم يتقتل ولازم يتقبض عليه. فإليسا هربت من القصر وقررت إن هي تبني لنفسها قصر من الجليد بعيد عن الناس. والملك وأختها هربت رخرة أنا علشان تدور على أختها، وهناك وصلت في محل، وهناك قابلت هارفستر كريستوف وسيفن، وأقنعتهم إن هم ياخدوها ويدوروا معاها على أختها. وفي الطريق قابلهم السنو مان. السنو مان قال لهم إن أنا هودوكم لأختكم إليسا، أنا عارف الطريق الجليد. وحصان أنا رجع للدوق من غير أنا، فالدوق قال الهانز إن أنت لازم تدور على إليسا. وصلت أنا لأختها إليسا، ولكن أختها إليسا عملت أعمال، كانت غضبانة جدا لأن أختها مش فاهمها، وعملت أعمال شريرة خلت إن قلبها يتسمم، وطلعت لها الوحش مارشميلو، وحش إليسا. ورجعت أنا مع كريستوف لجدهم بابي. بابي قال لهم إن أنت لازم تاخدي قبلة حب من هانز، والقبلة دي هتخليك إن أنت تبعدي عن السحر، تتخلصي من السحر. فعلى طول كريستوف خدها لهانز علشان يقبلها، وبدل ما هانز يقبلها لا ده قال لها إنني بخطط إن أنا أبعد أفصل ما بينك وما بين أختك إليسا علشان اخد العرش، وقفل عليها الباب وحبسها علشان تموت. وراح لابوه قال ان اليسا قتلت اختها انا. فعلى طول الدوق طلع قرار ان اليسا لازم أن تموت، والسنو مان انقذ انا وخدها من ايديها وخدها لاختها. وراح هانز يواجه اليسا. وصل هو والرجال لاليسا، واليسا طبعا اول ما عرفت ان اختها اتقتلت كانت غضبانه وكانت هتموت، ولكن اختها جات لها وحضنتها، وفي الاخر اتقبض على هانز الشرير اللي كان عايز يفصل ما بين الاخوات، ما بين الاختين علشان ياخد العرش. والسنومان انقذ انا واتحبس اهوت واتسجن، والدوق قرر ان هو يتعدم. وانا اتجوزت كروستوف وحبوا بعض، وإليسا كانت فرحانة بأختها وكانت فرحانة بيهم.